وللمزيد حول حقيقة الحديث عن الانسحاب الأمريكي من العراق أسوة بما حدث في أفغانستان، ينضم إلينا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أهلا بك سيد كامل. يعني ترقب للخطوة الأمريكية في العراق بعد انسحابها من أفغانستان، هل رصدتم أحاديث تدور في الدوائر السياسية والحزبية والإعلامية في هذه الأمور؟ يعني أن أمريكا مثلا تتبنى هذه الخطوة، لا سيما وأن بايدن نفسه تحدث عن تكلفة القوات خارج الحدود. يعني إذا رجعنا للبيانات والتصريحات الأمريكية على مستوى الإدارة الحكومية، هنالك دائما تأكيد على أنه الإدارة الأمريكية ستستمر بمكافحة الإرهاب في أفغانستان والعراق واليمن وسوريا وبقية الدول العالم. على مستوى البرلمان الكونغرس في سياق الدعوة للتحقيق ومطلوب شهادات من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، هنالك أيضا تأكيد على أنه يجب أن نبين ما السبب الذي انهارت به الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، ومن هو المسبب ودور الإدارة الأمريكية. ضمن هذا السياق أعتقد أنه ستبين أوجه التشابه والخلل في الموضوع العراقي والأفغاني. أما بموضوع الرأي العام، هنالك أيضا بالفورين بوليسي وكثير من جماعة الرأي قارنوا بين الوضع الأفغاني والوضع العراقي وهو متشابه إلى حد ما. سيد كامل، يعني تصريح الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تنسحب من العراق وسوريا في وقت قريب، ألا تراه رماديا؟ لماذا لم تقطع الأمر وتنفي الانسحاب لو كان البيت الأبيض عازما أمره برأيك؟ لا أعتقد أنه الأمر رمادي، أنه وجودهم بالعراق والشرق الأوسط كان وما زال وسيبقى للأبد. حتى في موضوع الأفغاني قبل يومين وزير الخارجية أعلن بأنه سيتعامل مع الجميع طالما هنالك مصلحة للأمن القومي الأمريكي بما فيها طبعا طالبان. فالخارجية الأمريكية تدرك التوازنات والتعقيدات في الشرق الأوسط وفي الموضوع العراقي والسوري، وستبقى في تقديري، خاصة أنه العراق ليس أفغانستان، مطلوب منه التزامات والتزامات منها حتى مالية بضمانات أمريكية علينا يسددها. وفي الموضوع الأفغاني، الأفغان كانوا في ذمة الأمريكان، يعني عدة وعدد واقتصاد وغيرها، لكن العراق اختلف هذا وضع، ولهذا هم باقين في العراق وسيبقون. سيد كامل، بعد الانسحاب الأمريكي والأوروبي الذي وصفه جوزيف بوريل بالفوضوي، منسق السياسة الخارجية طبعا جوزيف بوريل وصفه فوضويا، هل تعتقد أن هذا المشهد مثلا يمكن أن يكرر في منطقة تربط الأمريكيين فيها اتفاقيات أمنية وتمسك عصب النفط في العالم؟ نتحدث عن العراق هنا. نعم، إذا يعني قررت بهذا الأوضاع الحالية الإدارة الأمريكية أن تنسحب من العراق وتترك إلى إيران أو إلى مجموعات التابعة لإيران، نعم نتوقع أنه الانهيار سيكون أكثر فداحة بالنسبة للوضع العراقي والوضع المحيط الدولي. نعم، هناك من يرى أن الوجود الأمريكي في العراق لم يمنع الميليشيات الموالية لإيران من الهيمنة على الدولة. السؤال هنا سيد كامل، إلى أي مدى ترى أن هناك حالة متعمدة من واشنطن لتمكين طهران من العراق؟ نعم، هناك اتفاق غير معلن بين إيران وأمريكا بموضوع الحشود الإجرامية اللي يسموها الحشد الشعبي، وهذه باقية. والحقيقة أنه الأمريكان والغرب عموما يعلم بأن العراق ساقط قبل موضوع طالبان يد الميليشيات، وهم يقبلون بهذا الوضع، لأن الوضع في العراق غادي وموجودين فقط لإغاثة الدولة وبقائها. نفس الشيء بالنسبة للميليشيات، الميليشيات تحتاج إلى أمريكا حتى تبقى شرعية الدولة، هذه الدولة اللي تأكل من جسدها وتعيش على مواردها. الحشود أيضا محتاجه الأمريكان، وهذا هو الاتفاق غير المعلن. في سؤالي الأخير الآن إليك سيد كامل، يعني كيف ترى مآلات الانسحاب الأمريكي من العراق إن قررت واشنطن عزم أمرها
والانسحاب من العراق تماما كما فعلت في أفغانستان؟ يعني هذا الافتراض غير ممكن بالوقت الحاضر، والأمريكان لهم وجودهم قتالي، يعني وجودهم استخباري يعني للمساعدة والدعم والتنفيذ العقود العسكرية وغيرها. لا أظن أنه الأمريكان ممكن أن ينسحبوا بالطريقة اللي جرت في أفغانستان. رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.